بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أروع الإنسان في هذه الحياة حين ينظر بنور الله سبحانه وتعالى وينطلق من منظور عبوديته لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحياة مليئة بالأحداث، مليئة بتصورات قد تحيل حياة الإنسان إلى صعاب ومتاعب شتى، ولكن إذا بحث الإنسان في طوايا هذه الحياة عن طمأنينة تزرع فيه الثقة والأمل بنصر الله سبحانه وتعالى. الطمأنينة شيء عظيم عندما يباشره الإنسان في هذه الحياة، فإنه سيكون مطمئنا على رزقه، مطمئنا في عمله، مطمئنا في علاقاته مع الناس، مطمئنا في كل ما يباشره في هذه الحياة الدنيا، لأنه يعلم من خلال فلسفة الإيمان الرائعة في حياته أن الحياة دار ممر، أن الحياة دار يأخذ منها الإنسان الزاد للدار الآخرة. يخاطبه في ذلك الله سبحانه وتعالى بخطاب قرآني فريد ومتميز: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فخطاب الطمأنينة في القرآن خطاب يباشر شغاف القلوب، لأن الإنسان إذا دفع نفسه إلى حقيقة هذه الحياة وحقيقة ما أودع الله عز وجل فيها من أسرار وحقيقة ما أراد الله عز وجل فيها للإنسان من رسالة، فإن كل ذلك يعطيه الطمأنينة والراحة. فالرزق مقسوم ومعلوم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. طمأنينة الرزق أن الإنسان لو جرى في هذه الحياة الدنيا بغير ما أراد الله عز وجل فلن يكسب فيها إلا ما قدر الله عز وجل له فيها من الرزق. الطمأنينة في جانب الرزق تعطي الإنسان البحث عن الحلال الطيب، عن الكسب المباح الشريف، تعطي الإنسان الراحة والطمأنينة إذا أدى رسالة الكسب والعمل، أن الله عز وجل ينظر إلى عمله وينظر إلى جهده ويعطيه ويجزل له العطاء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالله سبحانه وتعالى بطمأنينته وسعيه وجده واجتهاده يعطيه ما قسم الله عز وجل له من رزق، وبذلك فلن يتعدى على حقوق الآخرين ولن يسعى في أن ينظر إلى ما في أيدي الناس من متاع هذه الحياة الدنيا ومن رزق الله لهم فيها. وبالتالي أيضا إذا ما غرس مبادئ الطمأنينة في نفسه لن يكون سعيه خارجا عن إطاره الشرعي وعن حدود ما رسم الله عز وجل لعباده من الكسب والعمل في هذه الحياة الدنيا. إن الطمأنينة أيها المسلم جانب أمن وأمان للمجتمع، الطمأنينة جانب أمن لأنها تزرع في الناس الأمل في السعادة الحقيقية، سعادة الجنة. فالله عز وجل أعد للمؤمنين عنده أجرا عظيما، فهذا الامتداد بين أجر الدنيا وأجر الآخرة يبعث في النفس الطمأنينة أن ما فاتها من خيرات هذه الحياة الدنيا
وأن ما ضاعت عليها من صفقاتها فإنها عند الله لن تضيع ما دام هناك سعي وعطاء وبذل واجتهاد. لماذا؟ لأن ما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. الإنسان عندما يرى هذا الخطاب وأن الدنيا بكل ما فيها لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى شيئا أمام ما أعده للمؤمنين في الدار الآخرة، فسيعدل الإنسان من سعيه وانطباعه وسيكون وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة الدنيا. الطمأنينة أيضا في جانب المؤمن تجعل حياته مع الناس حياة سعادة وأمل مشرق. لماذا؟ لأن اطمئنان الإنسان بأن مفتاح القلوب بيد الله سبحانه وتعالى لن يكدر صفو البشر ولن يتعامل معهم إلا بالرضا والخير. إن بلسم السعادة بين الناس عندما يزرع الإنسان الطمأنينة في نفسه تجاه الآخرين فلا يلقي التهم جزافا لهذا وذاك، ولا يعامل الناس على أساس من الأحكام المسبقة لهم بشر أو بسوء من الأخلاق والقيم والمبادئ. الطمأنينة تفاخر بها الأمة أمم الأرض، لأن أمة الإسلام أمة طمأنينة بعبوديتها لله عز وجل، أمة طمأنينة بإرادتها الخير للآخرين، أمة طمأنينة لأنها واضحة المعالم واضحة الطريق. الله سبحانه وتعالى ما جعل في هذه الحياة الدنيا خطوة للمؤمن إلا بمنظور عبوديته لله سبحانه وتعالى، فلا يأتي باطلا ولا يزرع في طرق الناس شوكا ولا يذم أحدا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لنفسه المطمئنة سعادة أبدية في الحياة الدنيا وسعادة في الدار الآخرة. ولذلك عندما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم برزق الله كان يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم نارا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت نفسه تحمل القيم والمشاعر العظيمة من الرضا والقناعة بما عند الله سبحانه وتعالى، فكان يطوي الحجر على بطنه، كان يخرج داعيا إلى الله تعالى مؤديا لرسالته بكل أمل وإشراق. بينما نرى تشابكات هذه الحياة أن بعض الناس بمجرد ما تخلو جيوبهم من المال تجد تكاسلا في العمل وعدم إخلاص في أداء الرسالة وتكدرا في علاقاتهم مع الناس وأمورا لا قيمة لها في منظور الطمأنينة والخلق الإيماني العظيم. وهذه معادلة خاسرة إذا لم يعالجها الإنسان، فإن حياته ستكون في هم دائم ونكد دائم. أيها الأحبة، الحياة قصيرة ومتاع الإنسان فيها زائل، والرضا والطمأنينة بما عند الله سبحانه وتعالى يفتح للإنسان آفاق البذل، آفاق البذل عند الآخرين، آفاق البذل فيما يمارس من نشاط. إن الواقف على ميدان في ميدان العمل وهو يشعر بطمأنينته أن راتبه سيأتي سنجده مجدا في عمله وفي سعيه، فكيف إذا كان الوعد من جبار السماوات والأرض من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنها طمأنينة عظيمة، ولكنها تحتاج إلى إشراق روح تبعث هذه الطمأنينة، بأن
يزاول الإنسان نشاطه من منطلق حبه لله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هكذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مطمئنا بالنصر، مطمئنا بوعد الله سبحانه وتعالى. فلننطلق من منطلقات محمد بن عبد الله ولنأخذ من مدرسته الطمأنينة والحب والإشراق والأمل لنعيش بها في الحياة الدنيا ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله ذلك لي ولكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.